السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا أول خطوة نسويها ضمن الـ Reservoir Network بعد ما نسوي New Network وضمن الـ Configuration، راح تنفتح هنا الـ Network عندنا والـ Configuration. نروح طبيعي أول شيء نسوي الـ Reach. الـ Reach هو اللي يربط بين كل الـ يعني مثل ما نقول يعني الريتش الأصلية اللي سواها ستريم إليجمنت بالووتر شيد سيت أب. فشنو أسوي؟ أختار هذا اللي هو ريتش تول، تمام. نضغط بريس كنترول من هاي المنطقة مثلا إلى مثلا هنا، ينطي هذا الاسم وأقول له أوكي. أوكي، نجي الثاني انطي مين من هناية الريتش من بعد نقطة الانجكشن بوينت الى هنا. اوكي، يقول لي انه هالشكل راح اسمي لك اياه. بالمناسبة خلي ببالك انه رسم الريتش كل ما ترسمه انت ضروري يكون لك يعني من injection point إلى injection point ثانية. وهكذا إلى أن تكمل أنت كل الخطوات. لا تنسى بكل خطوة تسويها أنت تضغط بريس كنترول، يعني ما تقدر تاخذ المؤشر وترسم، ما ينطيك الخيار إلا تضغط كنترول وتحرك بالماوس. وهكذا إلى أن تكمل أنت كل الخيارات. أول خطوة نسويها بالريزرفوار نتوركر بعد ما نسوي النيو نتورك. كمل تلاحظون هنا تقريبا احنا عرفنا كل الرزق وكل الريتش مال الخاص بمنطقة الدراسة، وكذلك هذا رافد البنديخ. هذا اللي يقول لك شوف، لاحظ انا اريد ارسمه هنا، اللي يقول انه اكو نقطة جكشن بوينت قدامك، فما من حقي انا اوديه هناك، لازم ترسم لي هنا بالاول، تمام. بعدين اكمل اضيف واحد جديد من هنا الى هنا. شوف هسه اخذ الخط وياك تلقائيا، فهو يتوقف عند كل جكشن بوينت، تمام. انا حبيت انوه قدامكم حتى يصير واضحة أمامكم. هاي من هنا، من هنا ايضا، وهكذا الى ان تكمل كل الريتش الخاصه بك. هاي من هنا لهنا، وهكذا اكمال كل الريتش الخاص بمنطقه الدراسه. اتمنى تكون واضحه امامكم اللي هي اول خطوه نسويها ضمن الريزرفوار نتوركر. بعد ما تكمل النيو نتورك تروح تفعل اوبشن الخاص بالريتش وتسوي كل الريتش الخاص بمنطقه الدراسه، او من ترسم ايضا تضغط كنترول وتمشي بهذا الشكل. ولا يعني كيفيه انه تسير الاستبات الخاصه به انه انت تضغط كنترول وتمشي من جكشن بوينت الى جكشن بوينت، ما يتعداها، هالشكل يكون، وينطيك انه انطيك راح اسمي لك اياه هذا الاسم. اوكي،
تمام، ويعطيك اسم الستريم يعني يقترح لك اياهن. تريد انت تغيرهن فأزي ولايك، يعني هذا الشيء راجع الك. تمام، هسه لهنا انا بس حبيت انوهنكم يعني هذا الشكل بهذه الصيغة، وهنا ايضا هذه الصيغة. كملنا النهر، هسه ورا ما تكمل شنو تسوي؟ تروح تضغط على هذا الخيار، تجي تأشر اي واحد من عندهم سويته انت، تقدر تسوي له ايديت تمام، وتقدر تحذفه يعني بعد ما تخلص من الريش تول، تختار هذا الخيار الاول اللي هو البوينتر تول، وتختار على اي واحد يتهشر مباشرة، وتقدر تغير بالبروبرتيز الخاصة به، تغير اسمه، تغير المسميات مالها، anything يعني من هذه الامور الى الاخير. هذا هنا عندك بوقتها سوين. أسأل هنا خاصية الاولى الخاصة بهذا بالريزرفوار نتوركر اللي هو how to create reach or reach tool within الريزرفوار نتوركر. ها هي الطريقة، ان شاء الله على المحاضرة الجاية راح نتعلم شلون راح نضيف الريزرفوار تول، وشلون راح نضيف البروبرتيز الخاصة بهن على المحاضرة القادمة إن شاء الله. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ضمن هذه المحاضرة تقدرون تراسلونا على القناة، أو تتركون إيميل أو تعليق ضمن هذا الفيديو، إن شاء الله إحنا نجاوبكم. أما بإجابة بسيطة، وإذا اضطر الموضوع إلى فيديو نسوي لكم فيديو. نلتقيكم إن شاء الله على المحاضرات اللاحقة. قدمتم بأمان الله وحفظه.